اهلا بيكم. النهارده هنتعلم ازاي نعمل كيس تكوى. ابسط طريقه ممكنه، اسهل طريقه ممكنه، واكتر طريقه احترافيه وتشطيب ممتاز. يلا بينا. الصوره بتاعتنا زي ما قلنا قبل كده، هنستخدم البوصه في البروجكت ده، اللي هي بتبقى في ظهر المزورة اللي مرسوم عليها وحدات القياس العادية بالسنتي. انا هعمل الكفر لمخدة مقاسها او تكوى مقاسها 15 × 15 انش، فهتبقى التلات قطع عندي هحتاجهم، واحدة هتبقى 16 × 16 انش مربعة، واحدة هتبقى 16 × 12 انش القطعة التانية، واحدة هتبقى 16 × 11 انش. تلات قطع وشوية دبابيس قطع، لاننا دايما لما بنكوي بيخرج الفينشنج معانا احسن بكتير والخياطات اظبط. هناخد القطعتين الاصغر نقلبهم على ظهرهم، ده الوش ده الظهر، وهنتني تانية بمقدار نص بوصة، اسفة، تانية بمقدار ربع بوصة، بعدين وراها تانية بمقدار نص بوصة، وهنخيط قريب من الحرف الداخلي. هنعمل كده في ناحية واحدة من القطعة دي وناحية واحدة من القطعة دي، الناحية الطويلة اللي هي 16 انش. وافضل طريقة للتطبيق هي اني اطوي الربع انش واكوي، وبعدين اطوي النص انش واكوي، وبالتالي لما اجي اخيط القماشة انا مش هتلخبط، القماشة مش هتتحرك ويتغير الرافية من البداية للنهاية، وهخرج باحسن شكل بروفيشنال ومظبوط. يبقى انا هطوي ربع انش واكوي، بعدين اطوي نص انش واكوي، بعدين اخيط على الحرف. بعد ما طوينا وكوينا حسب المقاس، دلوقتي هناخدها للماكينة ونخيط جنب الحرف بتاع القماش. دلوقتي بعد ما خيطنا القطعتين، بعد ما خيطنا الحواف زي ما قلنا، هنجيب القطعة الكبيرة وشها لفوق، ونجيب القطعة دي وشها لتحت، نساوي الحواف مع بعض، واحدة من الناحية دي وواحدة من الناحية المقابلة، بالشكل ده. دي القطعة الأساسية تحت، دي القطعة الصغيرة فوقها، ودي القطعة التالتة، وده الجزء اللي المخدتين اللي المخدة من ورا، قطعتين المخدة من ورا هيعملوا اوفرلاب على بعض، هيتقطعوا مع بعض بحيث ان يبقى كيس التكوى متشطب كويس والمخدة المدارية جوه، والشكل العام جميل. كل اللي هنعمله بعد كده ان احنا هنخيط الاربع اضلاع بس، مش هنعمل اي حاجة تانية. هنخيط الاربع اضلاع، هنبدأ بتثبيت الخياطة ونمشي على طول الاربع اضلاع وننتهي لنفس النقطة ونثبت الخياطة، نبقى خلصنا. خيطنا التكوى خلصت، بس هنسيبها كده، هنسيب الاطراف كده. اهم حاجة في الهاند ميد التشطيب، اهم شيء، ده بيرفع قيمته جدا، بيحببنا فيه. لو حابة تبيعي شغلك هتبيعيه بمنتهى الثقة، لو حابة تعطي منه هدية هتعطي منه هدية وانتي مبسوطة، واللي هيستقبلها هيبقى فرحان بيها. بخطوات بسيطة جدا نقدر نرفع مستوى الشغل بتاعنا، سواء هنستخدمه في البيت او هنبيعه او هنعطيه لحد. دلوقتي بأبسط غرزة على الماكينة، غرزة زجزاج، مش لازم يبقى عندك ماكينة اوفر ولا حاجة، بغرزة زجزاج وبندور على المربع كله عشان نشطبه. شكل مختلف تماما لما بنشطب الحواف. نقلب المخدة، نقلب كيس المخدة، عفوا كيس التكوى، بنضغط شوية الحواف لبرة عشان تبان محددة وجميلة. خل التكوى الأساسية، شكلها النهائي نظيفة متشطبة مظبوطة بالمقاس اللي احنا عايزينه وحسب التكوى اللي عندنا. بروجكت سهل جدا، بسيط، سريع، يحل مشاكل كتير. مش لازم ابدا نروح ونشتري او نروح وندور ونتعب نفسنا، طالما ان احنا هنقدر نعمل الحاجة بنفسنا او نستخدم خامة موجودة او نستخدم بعض المهارات اللي عندنا.
اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس علشان الفيديوهات اللي جاية وعلشان الإشارات. علقولي تحت بأي كومنت تكونوا محتاجين مساعدة مع البروجكت ده، وأشوفكم المرة الجاية.